طبعا زي ما احنا شايفين وصول لاعبي النادي الاهلي لفندق الاقامه، وفي استقبالهم مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب كان اول واحد مستقبلهم وبيبارك لهم. طبعا على الشاشه امامنا المهندس خالد مرتجي، استاذ خالد درندالي، سياده النائب الوزير معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا كابتن محمود الخطيب طبعا كان في استقبالهم حاجه مميزه. طبعا هم اللاعبين هيخشوا يتعشوا اكيد، كابتن محمود خطيب او مجلس اداره بالكامل المتواجد طبعا او البعثه المتواجده هناك هيتكلموا مع اللعيبه وهيباركوا لهم بشكل كبير، حاجه جميله جدا. السعاده موجوده كابتن سمير عدلي طبعا واحد من الناس اللي بيشتغلوا بجد جدا، دي لقطات حصريه طبعا لقناه الاهلي متواجده امامكم. طبعا الفرحه كبيره لمجلس اداره النادي الاهلي واللاعبين وكل اللي بيشارك دائما في صنع البطولات داخل النادي الاهلي، سياده العمر فاروق معالي الوزير العمر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي بيبص طبعا على كاس السوبر يعني بيتطلع فيه حاجه جميله جدا. واضح ان هيبقى فيه قعده خاصه مع اللاعبين بعد العشاء او هم على العشاء طبعا، يعني البرنامج انا مش عارفه لكن واضح جدا ان ده مكان الاكل او المكان اللي هيبقى فيه اللاعبين بيتعشوا فيه، وهيكون فيه طبعا كلام او مباركه من كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن حسام البدري متواجد، وده نجله طبعا، نجل كابتن حسام البدري متواجد وكان متواجد في هذه الرحله ومتابعته لمباراه السوبر. كابتن محمود الخطيب مع لقاء مع كابتن سعد عبد الحفيظ والكلام على بعض الامور، اكيد يعني بيستمع طبعا كابتن محمود الخطيب لكابتن سيد عبد الحفيظ في بعض الامور الخاصه اكيد بفريق كره القدم بالنادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ بيعمل مجهود كبير جدا طبعا مع الفريق. طبعا كابتن سعد عبد الحفيظ من اكتشاف على فكره كابتن محمود الخطيب في الجزء الاداري طبعا، يعني ده حاجه من الحاجات اللي لازم الناس تعرفها. كابتن سعد عبد الحفيظ ما بطل كوره، كابتن محمود الخطيب اخده وابتدى يتعامل معاه حتى في الاكاديميات، ثم تدرج كابتن سعد عبد الحفيظ في جزئيه كالاداره الى ان وصل كمدير للكره مع النادي الاهلي ومن انجح مديرين الكره في النادي الاهلي اللي جم في التاريخ النادي الاهلي، وحاليا طبعا واحد من الناس المميزه جدا اخلاقيا طبعا. واحنا بنتكلم على التويتر والامور على السوشيال ميديا بعد المباراه، زي ما احنا شايفين طبعا دي صور حصريه زي ما اقول لحضراتكم لقناه النادي الاهلي، المعالي الوزير العمري فاروق، ايضا الاستاذ خالد درندالي، المهندس خالد مرتجي، كلهم سعداء بهذا الكاس وهذه البطوله، البطوله العاشره في كاس السوبر للنادي الاهلي ورابع بطوله لمجلس اداره النادي الاهلي في التوقيت الحالي في ظرف شهرين اعتقد ان او في مده شهرين، حاجه مميزه جدا جدا. مجهود بيتعمل، العمل لا يتوقف داخل هذا الكيان الكبير النادي الاهلي في سبيل الحصول على البطولات واسعاد جمهور النادي الاهلي الجمهور الكبير. زي ما بقول لكم كده هو عشاء موجود، اللعيبه طبعا اتعشى وقاعدين وسعاده بالغه للنادي الاهلي وجماهيره. يعني واحنا بنتكلم على ردود الافعال على السوشيال ميديا واحنا بنتابع اللقطات الحصريه دي لقناه النادي الاهلي من داخل فندق الاقامه، علي سعد الكعبي طبعا الاعلامي المميز و نعم كابتن علي سعيد الكعبي، علي سعيد الكعبي اه علي سعيد الكعبي الاعلامي المميز بيتكلم على المباراه وعن مصر. في مصر كل شيء يتغير الا شموخ الاهرامات وجريان النيل وصوت الست، وطبعا المقصود بصوت الست هو طبعا السيده ام كلثوم، وتواصل انتصارات النادي الاهلي لقب جديد لنادي القرن، اين الجديد وعلامه استفهام وتعجب. طبعا مفيش جديد، يعني بما مقصود بيه ان مفيش جديد ان النادي الاهلي ياخد بطولات وبطولات باستمرار. علي سعيد الكعبي طبعا وهو بيتكلم على تويتر وبيتوت من خلال طبعا الحساب الخاص بيه بخصوص النادي الاهلي وان لقب جديد ليروح لنادي القرن، وده شيء مش جديد على النادي الاهلي. ده بالنسبه للاعلامي علي سعيد الكعبي، حاجه مميزه جدا ان كله بيتفاعل لفرحه النادي الاهلي.